مشاهدينا نتحول الآن مرة أخرى إلى المنامة، وهذه الزيارة لبابا الفاتيكان وبابا فرانسيس في مراسم استقبال رسمية بحضور العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة. مراسم استقبال رسمية لبابا الفاتيكان في القصر الملكي في هذه الزيارة اللي تعد الأولى لبابا الكنيسة الكاثوليكية إلى مملكة البحرين، وذلك للمشاركة في ملتقى حوار البحرين والذي يؤثر أو يشارك ويركز هذه السنة على شعار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. متوقع أن يلتقي أيضا إمام الأزهر مرة أخرى أحمد الطيب. من المعروف عن بابا فرانسيس تركيزه منذ توليه منصبه كحبر أعظم في الكنيسة الكاثوليكية، التركيز على التلاقي، على التعايش، على هذا الحوار، وكان له أكثر من مناسبة زيارة لدول عربية ودول الخليج العربي. هذه ثاني زيارة تحمله إلى الخليج العربي بعد أو في أقل من 3 سنوات بعد زيارة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019. بالتأكيد البحرين لديها أيضا داع في مسألة التسامح في خريطة الحوار العالمي ما بين الأديان بطبيعة الحال، وفي إرساء هذا التعايش وهذا الحوار ما بين الأديان. وطبيعة الحال البحرين عمليا كانت قد بدأت أو أعلنت تشييد كاتدرائية سيدة العرب باعتبارها أكبر صرح مسيحي في الجزيرة العربية، وهذا دليل بطبيعة الحال على نهج التسامح وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر علنا على مستوى بلدان المنطقة. إذن البابا فرانسيس يصل إلى المنامة، هذه الزيارة من المتوقع أن تستمر 4 أيام، وكما أشرت تعد أولى لأي بابا أو حبر أعظم في زيارته إلى مملكة البحرين. مراسم الاستقبال الرسمية لا تزال مستمرة في القصر الملكي، ستكون هناك لقاءات هامة على مستوى مسؤولين في المملكة وعلى مستوى أيضا هذا الحوار وهذا الملتقى الهام. من المفترض استمرارية هذا الحوار الإسلامي المسيحي، حيث يجتمع أيضا بطبيعة الحال بابا فرانسيس مرة أخرى بالدكتور أحمد الطيب إمام الأزهر. إذن نتابع هنا قصر الصخير، هذه الصور من قصر الصخير بالمنامة، وهذا اللقاء ليشرف عليه الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة. بطبيعة الحال من المفترض أن البابا فرانسيس أن يلقي كلمته أمام السلطات، أمام المسؤولين، وكذلك أمام ممثلين عن السلك الدبلوماسي. عموما للمزيد من المتابعة معنا مرة أخرى من المنامة مفادنا عماد الأطرش. عماد، إذن مراسم استقبال فخمة كبيرة، استقبال شعبي ورسمي لضيف المملكة ضيف البحرين. عماد، نعم إيمان، نحن هنا كما تشاهدين في باحة قصر الصخير في بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة. حاليا هناك كلمة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة. بداية رحب بها بطبيعة الحال بضيفه الكبير كما وصفه ببابا الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية، ثم أشار قام بتعداد مزايا المجتمع البحريني متى يعني ما يتوفر عليه جميع المواطنون، بالإضافة أيضا إلى الوافدين الذين يعيشون ويعملون في البحرين.